تناحر سياسي في مجالس المحافظات يقوده الإطار التنسيقي مقابل تيارات وأحزاب أخرى ضمن العملية السياسية في العراق خدمة لمصالحه لا لخدمة العراقيين، التزاما بمبدأ المحاصصة الطائفية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003. وجوه تتكرر وأخرى تتبدل لنفس أحزاب العملية السياسية تماما كما حصل في مسرحية اختيار حكومة السوداني تنفيذا لرغبة قيادات الإطار التنسيقي وميليشياته، ما أجج خلافات بين القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات على اختيار المناصب، كما هو الحال بالنسبة للأحزاب والميليشيات المنتمية للإطار التنسيقي بعد أن دب الخلاف فيما بينها في أكثر من محافظة. محافظات حسم الإطار التنسيقي أمرها باختيار محافظيها ورؤساء المجالس فيها بألاعيب مارسها لبسط نفوذه عليها، ومحافظات أخرى تنتظر البت في أمرها وفقا لما سيؤول إليه اتفاق المحاصصة الذي ينقم منه العراقيون وسط رفض أوساط سياسية وشعبية لاختيار ذات الوجوه المتهمة بالفساد لشغل مناصب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات. وجوه لعبت المحسوبية والمال السياسي دورا في تصدرها كمنطلق للوصول إلى المناصب بعيدا عن اختيار التكنوقراط من أهل الاختصاص، في مخالفة واضحة للدستور والقانون الذي وضعته أحزاب العملية السياسية نفسها، لتبقى المحاصصة الطائفية اللاعب المؤثر والرئيس على القرار السياسي في العراق. مجالس تحولت إلى بؤر إضافية للفساد ونهب المال العام في ظل ميزانيات ضخمة ترصد لتنمية المناطق دون أن يلمس لها أثر في تحسين البنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، والتي تتراوح بين التردي في بعض المناطق والانعدام التام في مناطق أخرى. صاركم 18 سنة مدري 30 سنة بالحكومة وشوارع ما بلدتوهين.